آيت نجاوس. مساء الخير، مرحبا بكم مشاهدينا، لقاء جديد من برنامج دلال خير على تلفزيون نهار. أهلا وسهلا في كل من يتابع فينا. نذكر السادة المشاهدين أن الهدف الأساسي للبرنامج هو مساعدة كل من يستحق المساعدة، وهذا واجب على كل واحد قادر يساعد وقادر يخفف من معاناة الغير. تحية لكل من يتواصل معنا على مدار حلقات دلال خير. تابعونا وحاولوا تتصلوا بنا سواء لمساعدة الناس المحتاجة أو الناس اللي عندها مشاكل وحابة تتواصل مع دلال الخير. وأخيرا، سمع نداء الطفلة سندس وتكفل صندوق الضمان الاجتماعي بعلاجها في الأردن. خبر مثل هذا يثلج الصدور ويقضي على حالة اليأس والقنوط. شكرا للعاملين بصندوق الضمان الاجتماعي على هذه الالتفات الطيبة، إلى أن تمتد يدها إلى كل المحرومين والمحتاجين والمعوقين. نقدر نقول اليوم ومن خلالكم أن برنامجنا بدأ يحقق أهداف النبيلة والإنسانية والتضامنية بهذه المبادرة وبإحسان المحسنين. أكيد سينعم أبنائنا وبناتنا بصحة وهناء. شكرا مرة أخرى لكل من ساند سندس والحالات الأخرى، على أمل أن يتواصل هذا العطاء الجزائري الخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نجيب لك السؤال هذا، نبغى نرحب بكم للمره الثانيه في بيتي، ونشكر قناه النهار اللي ساهمت في يعني في نجم نقولوا 90% شافوها السلطات باش تكفلت بها الدوله. النهار اللي جاتني القناه النهار، الحق كان كنت في وضعيه يعني ما نتمنهاش حتى الواحد، بصح اليوم راني موجد فرحان، راني فرحة تاعي ما نجمش نعبر عليها. هذا كل من فضل قناة النهار اللي شافت الوضعية تاعي وحست المسؤولين وتكفلوا بيا المسؤولين، ونشكر المسؤولين ثاني اللي شافوا لينا، والحمد لله على كل شيء. كيفاش راك محضر باش تمشي ان شاء الله لتونس؟ شو الاجراءات اللي قمت بها باش تقدر تروح الاردن؟ اجراءات قامت بها الدوله، تسمى تكفلت بها الدوله من كلش، راح يبعثنا للاردن لي شارج كل على الدوله، وفرت لنا يعني كلينيك فما في الاردن بالطب، تبع بها الطاقم الطبي من هنا يتبعنا. الوثيقه تاعكم موجوده؟ كلش قلت لك بال الفيزا ولا كلش؟ كلش واجد، كلش واجد. الفيزا داروا لي، الفيزا داروا لي، البي دافيون داروا كلش، ثم يعني الحمد لله ما خسرت حتى حاجه. والدك كان الناس بزاف اللي تعاطفوا معاك واتصلوا بك، واش ما عندك هكذا تحيه للناس اللي عاونوك؟ التحيه مش تحيه برك، يعني كما يقول الواحد ما نجمش نعبر على يعني على الناس اللي عاونوني بزاف. خلاص كاين ناس منهم في الخفاء ما حبوش يذكروا الاسامي تاعهم، كاين ناس مسؤولين الاطارات تاع الدوله ثاني عاونوني ما حبوش يذكروا الاسامي تاعهم، وكاين الحق كاين عندنا هنا في مدينه عين البيضاء كاين جمعيه انشئت بسبب سندس، والاعضاء تاعها يجوني ليل النهار الحمد لله واقفين بيا واقفين بسندس. حتى حسيت بلي سندس مش بنتي انا، بنتهم هما. والجمعيه هذه تاع يد الخير بلا حدود انشئت بسبب سندس.